بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نحمل أي فيديو موجود على الفيسبوك. لو مثلا الفيديو ده عجبنا ولا حاجة وعايزين نحمل الفيديو ده، طريقة سهلة جدا وبسيطة نبدأ نتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا أي فيديو هنيجي عليه بالشكل ده، بعد كده هنضغط على علامة المشاركة، بعد كده هنيجي على الشريط اللي موجود تحت هنبدأ نسحبه كده على اليمين، وبعد كده هنضغط على كلمة المزيد، هنبدأ نلاقي التطبيق ده هنبدأ نضغط عليه. ده لو هو موجود على الموبايل بتاعك. طيب لو التطبيق ده مش متثبت هقول لك ازاي تثبته دلوقتي، وهسيب لك لينك تحميله في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. وعشان خاطر انت غالي عليا مش هحط لك اختصار روابط خالص، عشان تقدر تحمل التطبيق على طول من الموقع الرسمي. هنبدا نضغط على التطبيق الاول بالشكل ده، هيبدا يفتح معاك الصفحه دي، ويبدا يقول لك بقى لو انت عاوز تحمله صوت بس هتبدا تختار موسيقى من فوق هنا، لو انت عايزه فيديو هتبدا تختار من تحت هنا، لو عايزه مثلا اتش دي او اس دي تبدا تختار مثلا اتش دي افضل حاجه. بعد كده هتضغط على كلمه شاهد اعلان للتحميل، طبعا بيكون اعلان صغير خالص مدته 15 ثانية او 10 ثواني، هنضغط عليه مع بعض برضو دلوقتي عشان خاطر نعرف ازاي نتخطى الاعلان ده. في هنا عداد فوق اهو يا شباب، بعد ما العداد خلص هنضغط بقى على علامة الاكس، هنستنى برضو 5 ثواني هنا، هنضغط برضو على الاكس، وهنا بيقول لنا بدأ التحميل. ده كده بالنسبة لو التطبيق موجود عندك. طيب لو التطبيق بقى مش موجود هنبدأ نروح على اللينك اللي انا سايبه لكم في الوصف وفي اول تعليق مثبت. انا هبحث في جوجل على طول بحيث برضو اللي مش عارف يدخل على اللينك. ادي الموقع اهو، هنبدا نضغط عليه بالشكل ده، بعد كده هنبدا نضغط على كلمه تنزيل، والتحميل بدا معانا. هنضغط على التفاصيل من فوق هنا، هنبدا نلاحظ ان خلاص التحميل قرب يخلص معانا لان هو حجمه صغير خالص، ودلوقتي بقى موجود معايا. لو ضغطت عليه هبدا بقى اختار تثبيت، هو هنا جاب لي تحديث لان النسخه اللي معايا بقت قديمه، فانت هتضغط تثبيت مكان كلمه تحديث دي، وهيبدا التطبيق يتثبت معاك. وبمجرد ان انت هتدخل على الفيسبوك واي فيديو هيعجبك هتبدا تضغط على كلمه مشاركه، وبعد كده هتبدا تختار التطبيق، وهيبدا يخيرك بقى اذا كنت عايز تحمله صوت او فيديو. وهي دي اسهل طريقه تقدر تحمل بها فيديوهات من اي مكان، مش شرط الفيسبوك بس، يعني اي فيديو يعجبك في اي مكان هتضغط على كلمه مشاركه، وبعد كده تختار التطبيقات وتختار التطبيق اللي احنا لسه منزلينه ده، وبعد كده هيقول لك حمل الفيديو مباشره على طول، وبعد كده هتلاقي الفيديو بقى موجود معاك في استوديو الموبايل بس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهارده، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.